قوانين جامعة البحرين حالياً ما قاعدة تفيد الطلبة، بالعكس قاعدة تضرها. أول شيء انقبلت بتخصص مو رغبتي، لا رغبة أولى ولا رغبة ثانية. حاولت بعدها أني أحول، بس لما استفسرت عن إجراءات التحويل من تخصص لتخصص ثاني شفت أن هي واجد معقدة. الحين أنا درست، نجحت، جبت علامات فوق علامة النجاح المطلوبة، ليش أكتشف لين تطلع الدرجات وتطلع النتائج أني أنا راسب؟ قانون جامعة البحرين مسموح طلبة معينين يحصلون A plus أو A minus B، وعشان لأن الطلبة وايد قاعدين يحصلون هالدرجات يسوون كيرف داون. بالنسبة للكادر التعليمي تحس في سياسة ترهيب لا ترغيب، هاي خلي وايد طلبة ما يتمون في الجامعة ويطلعون بسبة الانذارات اللي قاعدة تصير و يتفادون بعضهم الطرد. اكتشفت أني قاعد أعيش في ضغط نفسي، قاعد أعيش في رقابة في منظومة تعليمية من وجهة نظري أنها ظالمة. فليش أنا أعقد على الطالب وأقول والله أعقد على الطالب وأسوي ليه أسبب ليه حواجز معقدة أمنع أنه يحول التخصص اللي هو يبيه؟ وبشكل عام الهندسة المواد عندنا تفتح من سنة لسنة، هاي بعد سبب يخليني أنا ما تخرجت المدة. ما كان لي إلا مفر، إلا سبب وحيد أو مخرج أني أطلع أدرس في الخارج، وكان الخيار الأسهل لي أني أروح جامعة ثانية. حتى لو ما كانوا عندهم القدرة المادية أنهم يدشون جامعات خاصة، وايد ناس قاعدة تشتغل وتدرس عشان بس تتفادى جامعة البحرين. نزل تراكم مالك طلعوك برا الجامعة، ليش حكمتوا علي بالفشل؟ ليش طلعتوني برا الجامعة؟ ليش ما أعطيتوني دافع أني أستمر لقدام؟